سالوي مي شيغ زلاف، كنتمنى تكونوا بخير. دونك اليوم غادي نخدم معكم كيف ما وعدتكم. هاد الايامات الاخرى كلها نبقاو نخدموا امتحانات الاخرين باش دغيا يبقى لنا الوقت انني مدرجه معكم امتحانات محليه، يعني نحيدوا بعدا الامتحان هذا. والمحليه راكم عارفين كترجعوا مع الاول ديال الدوره، يعني خصنا نراجعوا الدروس القديمه. اذا انا خدمت معكم دابا ان شاء الله نشوفوا في هاد لا فيديو نموذج ديال لا برودكسيون، خصوصا يعني لا برودكسيون الاخرى راه عندكم لا ليتر اوفيرت، راه قريتو رساله مفتوحه. بالنسبه لا ليتر دانفيتاسيون ولا ليتر دوتوريزاسيون حتى هما خادمه معكم هاد النماذج. يعني دابا كنخدم معكم لافيتاسيون، مره كنخدم اوتوريزاسيون، مره لا ليتر اوفيرت رساله مفتوحه. هنا غادي نشوفوا يعني امتحان ما كتكونش فيه رساله، كيكون واحد التمرين ولا جوج تمارين عاد لا ليتر. نشوفوا بعدا هاد التمرين اللي غيمشي لكم مع رساله. لا بروميير كيسيون، رومي زون اوردر لا ليتر سويفونت en numérotant les différentes phases. Remets. Il y a donc une lettre. Maman, tu sais, يعني لو كور ديالها كيفاش كنكتبوا رساله، ماشي غير لا ستراكسيور من برا ما مرتباش، وحنا غادي نحاولوا اننا نرتبوها او نيميرو طون، نحطوا غير لي نيميرو غير الارقام. اذا هاد لا ليتر هادي ماشي كلهم، راه عندكم 8 ديال لي زيتاب. انا غادي يعني هكا راه مزوميه، غنحاول نبعدها شي شويه باش تبان لكم مزيان. هادي هي لا ليتر، انا غنيش نرتبها لكم. اول حاجه في الرساله راكم عارفين هي لا دات كازابلانكا لو 23 فيفري 2018. اول حاجه كنديرها انا في لا ليتر خاصني نكتب لا دات اول حاجه عبدا بها. اذا هادي نحطو فيها نيميرو 1، هذه هي الاولى. من بعد التاريخ شنو كندير؟ كندوزو كنديرو ديستيناتور، هو هذا المرسل اللي كيكتب رساله، ليكسبيديتور ولا ايميتور، سعيد الناجي ديليغي دو كوليج جابر ابن حيان، ساعدنا الجيميل ديالو، لو ليو المكان فين كيسكن كازابلانكا. اذا هادو هما المعلومات كامل، لي كوردوني هادو هما لي زانفورماسيون كوردوني ديال ديستيناتور، ولا تقدروا تقولوا له اكسبيديتور ولا ايميتور كيف ما كيقرا لكم الاستاذ. عندنا ثلاثه ديال ممكن نقولوا اكسبيديتور باش تلقاتو الامتحان ما تدوخوش. اذا هذه ثاني حاجه، تاريخ المرسل كندوزو المرسل اليه اللي بن مصيفطه سعيد الناجي ا مسيو لو ديريكتور، باش تعرفوها تفرقوها ب ا. واخا تشوفوا مسيو ديريكتور كاينه هنا، ولكن هذه ديال فوق ديستيناتير المرسل اليه كتكون ا، باديه ب ا مسيو لو ديريكتور، والعنوان ديالو دي كوليج جابر ابن حيان ديريكسيون بروفينسيال كازابلانكا. دونك هذه 3 لا دات، 2 ديستيناتور، 3 ديستيناتير، 4 لوبجي. دابا كنقولو موضوع الرساله، هادو هما الترتيب ديالهم. دوموند اوتوريزاسيون دو كريي ان كلوب دو سينما، يعني طلب اذن باش يعني شويه لوتوريزاسيون، بغيتي تصايب واحد النادي ديال السينما او سان دو ليتابليسمون، يعني في المؤسسه. اذا هادي 4 طلبتي منو الاذن. دونك شنو كندوزو دابا؟ الفورمول دابيل، عباره النداء، صافي كنادي عليه باش ندخل نبدا نكتب له الرساله ديالي. مسيو لو ديريكتور، دونك هذا هو لا فورمول دابيل 5. من بعد صافي دابا لو كور دو لا ليتر، دابا داك النص الرساله اللي فيه بزاف ديال الكتابه. اذا هي 5، نبدا نكتب لهم باغ لا بريزونت، يعني بهاد الرساله جو سوليسيت اطلبو، يعني جو دوموند فوتر اوتوريزاسيون، يعني الاذن ديالك دو كريي ان كلوب دو سينما، يعني يلا البدية يلا الهضره راه باينه، ما عطوخش لكم شي حاجه اخرى، يلا كنطلب منه انا افان دو ديفلوبي، وكتعطي لوبجيكتيف الهدف، علاش بغيتي دير هاد لو كلوب دو سينما؟ افان دو ديفلوبي لا كولتور سينيماتوغرافيك، يعني باش كتديفلوبي كتنمي من هاد الثقافه هادي شي مي كاميراد عند الاصدقاء ديالي دي كوليج، اي دوني لو غو اي لو بليزير دابروندر، يعني كتعطيهم لو غو ديال انهم يتعلموا. فو تروفوري سي جوان لو بروغرام دو نوتر كلوب، وغادي تلقى هنا يعني كتعطي واحد البياس جوانت، واحد الاضافه ولا واحد لا ليست كيكون فيها مثلا الاسماء ولا اي معلومه اضافيه، غتلقى هنايا لو بروغرام. وهنا شنو يطيح في هاد لا ليست هادي؟ البروغرام دو نوتر كلوب، يعني البروغرام اللي يديروا هاد النادي هذا دو سينما بوغ لو موا دو سبتمبر، يعني اللي يديروا هاد النادي، ها البروغرام اللي نديروا حنا في هاد الشهر 9. اذا هادي هي لو هذا هو لو كور ديال لوتوريزاسيون، كطلب منه الاذن كتقول لوبجيكتيف علاش، ولا كانوا شي معلومات اضافيه كضيفها لك. دونك هادي 6. من بعد صافي سالينا لا ليتر ديالنا، كنديرو فورمول دو بوليتيس، كنسالي الرساله ديالي. اون فو ريميرسيون دافونس دو فوتر كومبريونسيون، يعني كنشكرك بعدا مسبقا على التفاهم ديالك. جو فو بري داغريي مسيو ليكسبرسيون دو ما بلي اوت كونسيديراسيون، اذا هنا كتسالي كدير فورمول دو بوليتيس وصافي. هنايا شنو عندنا؟ سيناتور، لا سيناتور هذاك سعيد الناجي اللي كان عندنا في رقم 8 اللي هي الثانيه، اللي هو لو ديستيناتور، هو اللي كيسني، يعني سميتو هذاك اللي كيكتب رساله هو اللي كيسني. وشنو هي السنيه؟ عباره عن كيكتب سميه ديالو وكنيه. دونك دابا هنا غادي نقراو السوجي. هنا عندنا
غادي يجي اون لاتر اوفيرت. اذا هنا من الاول ديالها كتعرف انا جون غادي تخدم ملي كيقول لك غادي يجي اون لاتر اوفيرت رساله مفتوحه، هادشي اللي قريتو في الاخر. غير هي كيف ما قلت لكم راه رساله مفتوحه ممكن تكون على بزاف ديال المواضيع، ممكن يحط لكم على الغشوفمون كليماتيك، ممكن على لابوليسيون، الانترنت، يعني كاين بزاف ديال الرسائل. وانا كل مره نبقى نخدم معكم نموذج، وضروري تشوفوا اللي خدمت لكم، اللي حطيت لكم اليوم حطيت لكم واحد المنهجيه كيفاش تصايبوا نتوما رساله، يعني راسكم رساله عطيتكم جمل كلشي واجد. غادي يجي اون لاتر اوفيرت ادريسي ا لوبينيون بيبليك بور اكسبليكي لو فينومين. علاش؟ باش تشرح ليهم الظاهره دو غيشوفمون كليماتيك. اذا هذا هو السوجي اللي غتخدموا عليه، باش تهضروا اليوم على الغيشوفمون كليماتيك تشرحوه مونطري سي زافي، تشرح الظاهره هذه ونوريكم منهجيه كيفاش غتشرحوا، شحال هاد لا ليتر، شحال لو كور ديالها، شحال فيه من مرحله، شحال من باراغراف، شنو كنكتبوا الفقره الاولى، شنو كنكتبوا الفقره الثانيه. نمشيو بالترتيب وبنظام كيف ما كنت كنخدم معكم في لي ليتر، مثلا انفيتاسيون اوتوريزاسيون، يعني نفس الطريقه كيفاش خدمنا. دونك هنايا دو ريشوف مون كليماتيك مونطري سي زيفي، ونبينو لي زيفي ملي غنشرحو، نبينو لي كونسيكونس، العواقب، المشاكل، الريزولطا ديال هاد الريشوف مون كليماتيك سور لو موند، يعني التاثيرات ديالو اللي بيان سور سلبيه على لو موند، العالم، يعني هادشي كله غنهضرو فيه. اي بروبوزي، يعني نهضروا نقولوا لي زيفي ونقترحوا كلكو سوليسيون، بعض الحلول، يعني بعض الحلول بوغ لي تي كونتر سو فليو، يعني نهضروا نقولوا الاسباب والمشاكل لي كونسيكونس ولي سوليسيون اللي خصنا نديرهم باش نعالجوا هاد الظاهره. اذا دابا هنايا غادي نشوفوا ليكزامبل، يعني النموذج اللي خدمت معكم. هنا عندنا جودي 21 ديسمبر 2022، اما كتعطي لا دات ديال اليوم في الامتحان، انت كدوز الامتحان اليوم كتكتب التاريخ ديال اليوم. اتونسيون، هنا كنديروا لوبجي، هنا موضوع الرساله، موضوع الرساله ديالي ممكن ندير اليرت تنبيه، ممكن ندير اتونسيون اي حاجه. ميدام دي ميسيو لي بوليور، سيداتي وسادتي لويسو اللي كيلوثوا البيئه، بما انني كنهضر على الغيشوفمون كليماتيك، الاحتباس الحراري. اذا شكون هو هذا؟ فورمول دابيل بزاف ديال الناس ميدام دي ميسيو، ولكن لي بوليور. انا كنقول لكم اخر فيديو حطيته عنده علاقه بالثالثه اداري، ضروري ترجعوا تشوفوا كيفاش المنهجيه خدمت معكم، منهجيه باش ملي نكون نخدم معكم امتحانات تكونوا ديجا عارفين نتوما كيفاش تصايبوها. رجعوا غير باش نفكركم شنو قلنا عندنا في لو برومي باراغراف، انونسي لو بروبليم. يلا دابا كنطرح هذاك المشكل اللي عندي، يلا كنمهد ليه، يلا كندير واحد المقدمه، يلا كنبين. اذا نعطيكم هنا ليكزامبل شنو غادي نكتبوا. ان بو بارتو دون لو موند، يعني يلا البديه، يعني في جميع انحاء العالم، هنا وهنا وهنا. اون نو سيس دو كريي فابريكي اي كونسومي، يعني في العالم كامل الناس كتكريي كتفابريكي كتكونسومي سون بونسي، يعني كتستهلك وكتصنع شي حاجه وكدير ولكن بلا ما يفكروا. سون بونسي اسكو نو زاكت، هاد لي زاكت ديالنا ديال كنصايبو وكنصنعو وكنرميو وكنديرو، هاد لي زاكت ديالنا، هاد لي جيست اللي كنديرو ما كنفكروش. سون بونسي اسكو نو زاكت ليس كوم اون سيكاتريس سور نوتر بلانيت، ما كنفكروش ان هاد لي جيست اللي كنديرو حنا شنو كيخليو كتاثير سلبي على لا بلانيت ديالنا. دابا يلاه كلمه هذه، لا راه كاين شي مشكل. Je suis sûr que vous avez entendu de réchauffement climatique. وانا متاكد انكم سامعين بالظاهرة ديال الغيشوفمون كليماتيك. اذا هنا دخلت ليها شويه بشويه ونبدا نشرحها دابا. سي اوترمون دي، يعني لوغمونطاسيون دو غاز ا افيت سير، الدائره اللي هي ارتفاع غازات المسببه للاحتباس الحراري، كي اون افي ان غاز توكسيك، اللي هاد الغازات هادو هما واحد الغازات سامه توكسيك دون لوريجين، واللي الاصل ديالهم المصدر ديالهم ني كو فوتر زاك ني فوتر اكتيفيتي اندستريال، واللي الاصل ديال هاد السم هذا، اللي يعني هاد السم هذا اللي مني كيجي، يعني هاد لي غاز توكسيك اللي هي سامه، راهم في الاصل غير لاكتيفيتي ديالكم اندستريال، الصناعه وداك الدخان، يعني هادشي كله ما عندنا حنايا. اذا دابا انا مهدت المشكل، درت واحد المقدمه، حنا في هاد العالم كنديرو. ندوز دابا للدوزيام باراغراف، شنو عندنا في الدوزيام باراغراف؟ اذا درنا البرومي باراغراف، نرجعو الدوزيام باراغراف، عطيتكم اكسبليسيتي لو بروبليم، يعني اكسبليكي نشرح المشكل، ها الاسباب ديالو ملي كيجينا، و سي زافي والتاثيرات السلبيه ديالو، يعني لي كونسيكونس لي ريزولطا، النتائج، العواقب ديالو. اذا نشوفو الباراغراف اللي يكون فيه هادشي. ريفليشيسون او ريزون بوغ ليكيل سو فينومين، يعني اول حاجه نبدا نهضر ماشي نقول السبب هو، لا قلت ريفليشيسون، يعني نفكروا اولا، يعني هاد العباره كنبريزونتي باش بريزونتي لي برومي بوين، عندك واحد نقاط اساسيه تقولهم باش كي الله كتبغي تقدم كتقول ريفليشيسون او ريزون، يعني نفكروا في هاد الاسباب هي ريفليشيسون او ريزون
بوغ لاكيل سو فينومين اي توغمونتي اللي قبلوا هاد الدائره ارتفعات كومونسون باغ الثاني اللي دار لكم الاطار الاحمر نبتدئوا به يعني بحال كنقولوا اولا ونبداو نذكروا دابا باغ لاكتيفيتي اومان يعني نبداو بعدا بلاكتيفيتي اومان اون بارتي ريسبونسابل انشطه ديال الناس اسافوار شنو هاد الانشطه لاندستري الصناعه لاغريكولتور الفلاحه لو ترونسبور هادو هما الانشطه اللي كيديروهم الناس بالدرجه الاولى اللي كيعطيونا كيسبوا لينا فاش في لا بوليسيون فهاد الريشوفمون كليماتيك اون بارتي ريسبونسابل ايتون دوني كو لي ريشوفمون كليماتيك يعني بما ان هاد الريشوفمون كليماتيك كوينسيد افيك لو ديفلوبمون اندستري يعني كيجي متزامن معياش بهاد الصناعه اندستريال اون بو سيتي ايغال اون بو سيتي ايغالمون ونذكروا ايضا يعني دابا عطينا مشكل قلت لكم كومونسون بار قلنا المشكل الاول دابا مازال قلنا بلوتو السبب الاول ها السبب ديال الغيشوفمون دابا ندوزو للسبب الثاني اون بو سيتي ايغالمون ونذكروا ايضا اذا نقدروا نذكروا يعني ندوز شي سبب اخر لي ديشي كوتيديان هادوك الازبال اللي كتكون كوتيديان يوميه ديالنا الى سور كونسوماسيون دينيرجي وسي لك الطاقه هنا عندكم بزاف ديال لي كوز كتبوا بزاف غير باش لا لتر ما تطولش اكثر من هكا باش تقدروا انكم تجيكم ساهله في الفهم والحفاظه اذا هنايا قلنا هاد الادوات ديال الربط اون بو سيتي ولا كومونسون بار هادو كيزينوا شي شويه لو تيكست ما كيبقاش عاد كديروا فيرغول 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 خاص هاد الادوات هادو يكونوا يعني شي لي زيكسبرسيون اللي كيخلي النص مرتبط دونك مازال حنا في نفس الفقره ولكن الاولى قلنا فيها لي كونس دابا نقولوا لي زيفي لي كونسيكونس دابا ندخلوا للنتائج سو فينومين ا بروفوكي يعني دابا خصني ندير شي جمله اللي كتدخلني للنتائج اذا هذه الظاهره بروفوكي كتحدث لينا بوكو دي في بزاف ديال التاثيرات كي اون دوني اللي كيعطيونا واحد ليماج صوره ديفافورابل سور نوتر باي واحد الصوره نيجاتيف على البي ديالنا ونبداو نقولوا شنو هما لي كونسيكونس مثلا عندنا لا اونس دي تومبيراتور يعني داك ارتفاع الحراره بزاف بروفوك اون اوغمونطاسيون دي مالادي هادشي من نتائج الكوارث اللي كيسبب لنا الامراض لي على شالور اي بو روندر يعني الامراض اللي مرتبطه بالحراره اي بو روندر لو ترافاي اي لي ديبلاسمون بلو ديفيسيل يعني كيخلي انك ديبلاصات تمشي للخدمه صعيبه اون اوتر لي زانسوندي دو فوري اذا باش ندوز دابا الكونسيكونس اخرى درت اون اوتر اون اوتر يعني نزيد مشكل اخر يعني اون بليس دو لي زانسوندي دو فوري يعني الحرائق ديال الغابات ديمار بلو فاسيلمون يعني بكثره الحراره كيولي عندنا حتى الحرائق الحراره مرتفعه بزاف شنو كدير لينا لانسوندي بلو فاسيلمون اي سو بروباج وكتنتشر بلو فيت لوغسكو لي تومبيراتور سون بلو زيلوفي بما ان الحراره مرتفعه بزاف حتى لانسوندي كتشعل العافيه وكتزيد ندلع يعني في الغابه كامله وعندنا بزاف ديال لي كونسيكونس يعني كتبناهم راه يولي عندنا تولي هاد لو تيكست فيه بزاف يعني هكا وراه خصكم اللي ما قادرش على هادشي كامل يقدر ينقص ولكن راه هادو هما المعلومات كاملين يعني الا زدتو نقصتو راه غير غادي تخيب من بعد غادي نعطيكم نماذج مازال ما ساليناش دابا ولكن غادي نعطيكم نماذج ديال بزاف درنا الغيشوفمون نديرو لا بوليسيون نديرو الانترنيت المهم اي موضوع محتاجينه ولا قال لكم استاذ نخدموا عليه خليه ليا في لي كومونتير دونك هنايا في اخر فقره لو ديرني باراغراف عندنا دوموندي دو رياجير بلس لا سوليسيون كدير واحد النداء كطلب منهم يتحركوا يعني ماشي رياجير يتحركوا يعني يديروا رده فعل يديروا شي حاجه بلس لا سوليسيون يعني كيتفاعلوا يتحركوا يعني يتفاعلوا التفاعل رياجي سون فيد اذا هذا النداء رياجي سون فيد كار يل فياندرا ان جور حيت سيجي واحد النهار و اون نو بو ريان فير اللي ما نقدروا نديروا حتى شي حاجه نو زافون توس لا ريسبونسابيليتي دابا حنا عندنا كلنا المسؤوليه دو سوف غاردي نوتر دو سوف غاردي باش نحميو بروتيجي نوتر انفيرونمون بيئه ديالنا اون بوزون دي جيست ودابا باش نعطيو الحلول درنا النداء دابا باش نعطيو الحلول اون بوزون دي جيست يعني نقولوا نقترحوا واحد لي جيست كونكري اون بو سيتي ونذكروا وكنعطيو دابا لي جيست مثلا شنو نقدروا نديروا لا فيلتراسيون دي فيومي دي زون يعني دوك التصفيه ديال الفيومي ديك الدخان اللي كيخرج من الوزينات لو ميليو اندستريال بو طابي سي سي زيميسيون بار دي مويان بوليفالون ما تتكمش بزاف انا ندير لي سوليسيون نتوما فهاد البلاصه تكتبوا شحال ما بغيتو المهم ديروا بزاف ديال الغوسيكلاج اي حاجه غير باش ما كثرش من بعد صافي كتجيو ديروا فورمول دو بوليتيس هنا فورمول دو بوليتيس دون لاتون دو فوت رياكسيون يعني في انتظار التفاعل ديالكم اتون ايكو سيتويان نو فوز ادريسون نو سالوتاسيون لي ميور
يعني ما كنقولوش حنايا كنصيفطوه للديريكتور مدير باش غادي نهضروا فورميل دو بولي تسليكسو كتعرفوا هنا كتبدل. من بعد غادي نعطيكم بزاف ديال الجمل، كنعطي لكم دابا ولكن الفيديو طوال، غنبقى نعطيكم جمل هادشي اللي كنكتب لكم بالالوان كل فقره، غنبدا نبقى نعطيكم فيهم يعني بزاف. وهنا كنديروا ان لاف يعني ديستيناتور اللي كتب الرساله. دونك ما تنساوش ضروري المنهج اللي خدمت معكم ترجعوا ليها باش تعرفوا المراحل كيفاش تخدموا بالترتيب.